سيدنا النبي شاف ست عجوز بلغت من العمر أرذلة، زي ما بيقولوا كده عجوز تمنت أن تكون فتية. واحدة ست عجوز صلى الله عليه وسلم عايز تبقى شابة، بعدما يبس الجنباني واحدة وضاب الظهر تروح إلى الكوافير تبغي شبابها، وهل يصلح الكوافير ما أفسد الظهر؟ مستحيل طبعا. الست راحت طبعا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ست عجوزة وشايلة شيلة تقيلة عليها، فشافت سيدنا النبي ما كانتش عارفاه، قالت له ساعدني يا ولدي، فحمل عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأوصلها بالسلامة إلى بيتها. فلما وصلها لغاية البيت قالت له يا ولدي إنني أحببتك كثيرا، ولذلك يا ولدي سأقدم لك نصيحة ما قدمتها لأحد من قبل، هقول لك نصيحة ما قلتهاش لحد قبل كده. فقال لها قولي يا أمة الله. قالت له يا ولدي هناك رجل كذاب ومجنون اسمه محمد، وصيتي الوحيدة لك ألا تصادقه فإنه كذاب ومجنون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شر ما يبتلى به العقلاء أن يقال لهم أنتم مجانين. كان في واحد زمان صلى الله عليه وسلم بيحب سيدنا النبي قوي عليه الصلاة والسلام. وكان بيصلي عليه بصوت عالي، فالناس قالوا له يا مجنون، فقال لهم كلاما صار حكما، قال لهم إيه؟ قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم ما لذة العيش إلا للمجانين، نعم جننت وأنعم من جننت به، إن كان يشفي جنوني لا تلوموني، جمعوا جنوني وجنون من جننت به، وجدوا جنوني يعقل كل مجنون. اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة الحبيب سيدنا محمد. ونحن نعطر هذا الاستوديو وقناة الحياة ومدينة الإنتاج الإعلامي كلها و6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر كلها عندما نصلي على أفضل سيدنا الصلاة رسول والسلام الله. وأنا برضو بنعطر بيوتنا بيوت السادة المشاهدين عندما يصلي كل من يشاهدنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم شال عنها ووصلها بالسلامة، قلت له في واحد كذاب ومجنون اسمه محمد اوعى تصدقه. سيدنا النبي قال لها عليه الصلاة والسلام يا أمة الله وهل رأيت محمدا قبل الآن؟ شفت محمد قبل كده؟ قالت له لا يا ولدي لم أرى. فقال لها وما رأيك إذا كان الواقف أمامك الآن هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. لو رأيت قدامك دلوقتي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا فعلت المرأة؟ بكت المرأة، بكت وقالت له أأنت أنت؟ أأنت أنت؟ قال لها نعم. قالت له إذن أشهد أنه لا إله إلا الله، يا سبحان الله، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه، ما هو ربنا ما مدحه ما قالوش وإنك على علم عظيم، وإنك على خلق عظيم، أو دولارات عظيمة أو ريالات عظيمة أو ينات عظيمة أو لا، ولكنه قال له وإنك على خلق عظيم. أي حاجة في الدنيا أستاذة لمياء من غير أخلاق لا قيمة لها. صحيح.